الحمد لله أنا سعيدة أني عم بشوفك وبشوفك في مكان أنه هلأ دورك أنك تقبليني وتحكي معي. متخيلة بعد 23 سنة، يعني أنا تعرفت عليكي أو عرفتك يعني وأنا عمري 5 سنين بالضبط، وقدي صار مارق وقت. صح، تخيلتي يجي يوم نقعد هاي القعدة؟ لا صدقا لا، صح؟ كثير غريب. لذلك مبارح في الليل الموضوع أخذ كتير من تفكيري، قلت يا الله الحياة شو غريبة، شو بتترك مفاجآت، لأنه لما حكيتي معي هاي كانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا يعني بظن حكيت لك الأسبوع الماضي وبكرر هذا الإشي دائما لما أشوف أي حدا بعالم الفن والتلفزيون، عندي نوع من الالتزام، إن كان احترام للوقت أو للأشخاص اللي موجودين أو حتى لنفسي، احترام لنفسي ولذاتي، بقولهم الشخص اللي علمني هذا الإشي بعالم الفن هو أنت، وبضل طول عمري مشكورة لإلك لهذا الإشي. لا صدقا جد بحكي، لأني لليوم سألتك سؤال أول ما وصلنا، قلت لك نفسي أعرف كيف بتعلمي الواحد يحترم الوقت، حكيت إشي كتير حلو، تحبي تحكي لهم شو الجملة اللي حكيتيها؟ أنا بس مختصرة الموضوع إنه لما بيحترم حاله بيحترم الوقت. ليش لما بيحترم حاله؟ بيعرف إنه الوقت هو الزمن، والزمن يعني العمر، يعني إذا هو بيحترم الزمن لأنه عمره بدوش ينهدر معناته هو لازم يكون ملتزم. صحيح، إحنا من نحن صغار كنا، يعني أنا من الأشخاص اللي لما كنا نروح على المسرح لما تقولي 9-8:30 أكون موجودة، بخاف لما تقولي مثلاً بهذا الوقت لازم نكون موجودين. من عمري كتير صغير كنت ألاقي يمكن الجيل الأكبر ما يحترم هذا الإشي، بس تربيت عائديكي بعالم الفن واحترمت هذا الإشي، جد أنا مشكورة لإلك فيه بكل إشي بعمله اليوم، فشكرا حبيبتي. وأنا كتير مبسوطة أنك معي اليوم حبيبتي. البداية يمكن شوي تكون محزنة، لأني راح أقولك أنه يعني العمر إليك طبعاً تعيش. السنة الماضية كانت سنة كتير صعبة عليكي، وما كنت بدي نبدأ بحزن وزعل، بس يعني منحب إحنا طبعاً نعزيكي، وهاي هي الدنيا، شو بدنا نعمل يا ستي إحنا مش بس أنا افتقدته، أنا أعتقد أنه الوطن افتقد طبعاً، والوطن العربي افتقد أكيد. ما بدي إياكي كنت تضايقي لقد من أولها، بس كنت عارفة أنه يعني يمكن صعبة أولها، بليز نعطيها محرمة، وأنا متأكدة يعني إن شاء الله بيضل بذكرانا كلنا كل أعماله، حتى ونحن صغار كنت لما أكون بالمسرح يجي يحضرني ويشجعنا ويكتب لنا النصوص، أعماله رح تضلها موجودة إن شاء الله ومحفور معنا إن شاء الله. العمر إليك، وقديش كل النصوص اللي أنتم مثلتوها كله هو اللي كتبها، هو اللي كتبها صح، هو اللي كتبها، وكان يجي يراقبكم ويراقبنا ويطلع علينا، وكان يطلع ويقول لي أنت بدنا نطلعك على التلفزيون، فما بنسى بالزبط. يعني جد من أول الأشخاص غير أنت كمان اللي كان يآمن بقدراتي وكتير كان يحفزني أني أضل بهذا المجال بالضبط. بس الحمد لله أنت اليوم هيك موجودة معنا، الحمد لله الحمد لله، وحاملة اسمه واسمك وكل اللي عم تعملي، وإحنا فخورين فيكم طبعا. وبعيدا عن مس جوليت أو جوليت اللي بنعرفها، أنا متعودة لهلا أحكي مس جوليت، بعرفش أحكي غير مس جوليت. لا كتير صعب، لا صعب كتير. هلا أنت بموضع إنك تقولي لي جوليت. أوكي، هاي جديدة، هاي رح تكون لأول مرة بالحياة بالضبط. اليوم نشوف جوليت بطابع مختلف، يمكن الكل متعود يشوفك على التلفزيون تمثيل تحكي عن مواضيع معينة إن كانت مواضيع وطنية وغيرها، بس اليوم أنا حابة الناس يتعرفوا عليك هيك بطريقة شوي غير، الجانب اللي أنا بعرفه وبحبه كمان، وإشياء حتى يمكن أنا ما بعرفها عنك، فهيك بدنا ندخل شوي على حياتك، وبحب أعرف من البدايات ليش اخترت التمثيل، هل كان في سبب لهذا الإشي؟ السبب إنه ومن أنا صغيرة كتير كتير صغيرة جود حبيبتي كنت أنا ما شفت مسرح، لأنه بالزمنات على وقتي لما كنت صغيرة ما كانش في مسرح. والله ما كنت بعرف. من وقتها يمكن الإشي اللي حفزني إني أبدأ أعمل مسرح في الحي، يوم كانت جارتنا قاعدة بتنشر الشرشف تاع الغسيل على الحبل، فكانت الشمس معاكسة، ظلها طلع على الشرشف، وكل حركاتها كنت قادرة أشوفها، حسيت حالي إنه أنا عم بشوف إشي كتير حلو، وهذا حفزني. بالإضافة إنه المدرسة اللي كنت فيها مدرسة كانت تنمي مواهب موسيقى غناء مسرح، فعملوا مسرحية وأنا كنت كتير صغيرة، وأعطوني دور نوح لأنه هي كانت مدرسة دينية، فعملت دور نوح، حبيت الشغلة، فصرت ألعب مسرح في الحي وألعب الأولاد المسرح. على الإشي الحلو كان في زمان إنه كانت تكون في ساحة في الحي، هاي الساحة العصرية كل النسوان يقعدوا
على الكراسي ويتحدثوا كذا. فكانت العصرية اللي هي عصرية إنه أعمل مسرح والأهالي يتفرجوا والولاد يشاركوا. طبعا المسرح مش كنت أعمله إنه لأنه أصلا هاي الساحة كان موجود فيها برميلين كبار وفيهم عمودين وفي زي الستارة يعني مش ستارة في حبل اللي بينشروا عليه الغسيل. فمن هون بلش عندي حب التمثيل، حب الفن، وبلش خيالي يشطح. مثلا أنا كل ليلة كنت أحكي لإخواني وخواتي قصة، والقصص هاي ما كانت واقعية نهائيا. تخترعي قصص؟ أخترع قصص. مثلا أخترع الإنسان اللي بطير. هلأ صرنا نشوف سوبرمان طبعا، هذا من زمان. الإنسان اللي عنده شفة كتير كبيرة وبعملها درع، وأي عدو بضرب سهم السهم بنكسر. الإنسان الأصلع اللي بغوص في البحر وبيحطم الصخور اللي في داخل البحر. يعني كنت أشوف أشياء ما كانت وقتها موجودة في الواقع. من ضمن الأشياء اللي كنت أشوفها إنه أقول لازم يكون كل إشي على الزر، نكبس الزر إنه البيت يتنظف، نكبس الزر يجينا كذا. وصلتي على زمن هلأ، صار زمن هذا، صار هذا كل إشي موجود في الزر. وبعدها درستي تمثيل، دخلتي بعدها أكثر التمثيل. بعدها استلمت قسم الفن، أو كنت مسؤولة عن النشاطات الفنية في رهبات الوردية. كنت أكتب المسرحية، أخرجها، أمثلها. طبعاً كنت أغاوز، الدور الأساسي كان إلي. إليك بالضبط، فأخذ الدور الأساسي والبقية حوالي. تبهري الكل. بس كان من حقي، كان من طبعاً حقي لما أعمل على العمل كل إشي. فحتى في مرة كتبنا نص عن كليوباترا وأخذت دور كليوباترا. والبقية، وصممنا الملابس واشتريناهم وخيطناهم. فكنت أعمل كل هاي الأشياء. بالإضافة لهاي كان عندي موهبة أخرى للأسف ما تطورت، لأنه في الزمانات العائلات ما كانوا يعيشوا في بيوت عدة غرف. كان في غرفة للأم والأب، وغرفة للأولاد، والصالون. فكان عندي هواية الرسم. كنت أرسم بطريقة جميلة جدا. فلما بلشت بدي أجيب الأدوات والزيوت والأدوات الهدا، جبتها رسمت لوحتين الآن يمكن موجودين في المدرسة معلقين هيك. بيقولوا لي أبوي رفض إنه البيت عم بتعبى ريحة، إخوانك لسه صغار وكذا وإلى آخره. وقفت هاي بس تقدري هلأ ترجعي تتسلي بوقتك؟ بحس إلها مراء معين يعني. إلها مراء، يمكن هلأ أرجع إني أبدأ أستعمل أدوات جميل. أنا خيالي برسم، دماغي برسم، لكن اللي خيالي برسمه ما بتنتقل لإيدي. يمكن العضلة هي بدها شوية تمرين، احتمال إنه أرجع أحط أدوات وأبدأ أرسم. حلو. بعالم الفن، خلينا نحكي المسرح تحديدا، كنت تتطرق الى مواضيع معينه، كانت مثلا مواضيع وطنيه او شعراء او اي شيء خاص بالتاركخ العربي. ليش دائما كنت بس تركزي على هاي المواضيع؟ يمكن ما كنت كثير تعملي، خلينا نحكي المواضيع اللي اكثر لها خاص بال، انت عارف يعني، فاهمه قصدي، الاشياء اللي مش احكي العاديه بس الترفيهيه خلينا، او المنوعات وغيره. ايش معنى هلا؟ المعنى انه أصلاً إذا أخذت كل المواضيع اللي إحنا كنا نطرحها كان يكون فيها الترفيه. صح صح، كنا نحاول نعملها بطريقة شوي بطريقة قصة يعني. بالضبط، يكون فيها المتعة، ويكون فيها الفرجة، ويكون فيها حتى المتلقي يكون مستمتع. هلأ ليه اخترت أني دائماً أركز على النواحي الوطنية وعلى نواحي شعراءنا العرب؟ أول إشي هاي الأشياء اندثرت في المدارس بشكل عام. طب والجيل هذا اللي عم يطلع كيف بده يطلع إنسان وطني منتمي لوطنه، منتمي لقضاياه؟ كيف بده يعرف إنه مثلاً إنه إحنا قسمونا؟ بتتذكري لما جبنا أرض صح، وكيف إجوا الأغراب مزعوا الأرض وأعطوا لكل واحد أرض، وأعطوا لكل واحد ديك، وخفوا الديك الأصلي، وصار الديك يشتغل على الريموت لما بدهم. ف
كيف بده يعرف الطفل انه احنا قسمونا في اشي اسمه سايكسوبيكو واعطوا لكل واحد حاكم وهذا الحاكم بنطق في اسمهم. فكان لازم من خلال الاعمال الفنيه حتى ما تكون المعلومه شوي ثقيله على الطلاب. واعتقد انه من هاي الاعمال انتم تعلمتوا كثير اشياء مش بس الفن والصوت والالقاء والحركه والمواهب اللي تطورت عندكم، تعلمتوا عن الوطن طبعاً. عن النواحي الوطنية. لا ونزرع فينا هذا الإشي من إحنا صغار، صرنا لا إراديا حتى على كبر بتحسي فيه في هذا الإشي. هذا بعتقد إنه هذا دوري، ومع جميل كنا عاملين ثنائي إنه هذا إحنا اللي بدنا نوصله للجيل الجديد، للجيل الطالع اللي ما عاد في المناهج في إشي عم بحكي عن قضايانا، وخاصة القضية الفلسطينية. ما هي قضية محورية الآن شاغلة كل العالم، فلسطين، كل اللي بصير في العالم من أجل فلسطين. فهاي نقطة كتير كانت مهمة، كنا عاملين ثنائي حلو. حلو، لا وعملتوا أعمال كتير حلوة. عملنا أعمال جميلة وبتنحضر. إذا بدي أدخل شوي أكتر على شخصيتك، بتذكر مش بس أيام المدرسة وأيام المسرح، حتى ما بعد لما جوليت عواد تدخل على الغرفة بصير فيه هدوء، بصير فيه نوع من الخوف والاحترام. كيف بتحسي؟ ليش صار هذا الإشي؟ ليه بتعتقد الناس صار عندهم هاي وصلت جوليت؟ ما بعرف، يمكن حب، يمكن احترام، يمكن بستنوا إنه لما أدخل شو بدي أحكي، شو بدي أقول، ما بعرف صراحة. أنا كنت أعرف صراحة، كنت أسمع رأيك، بس بحب أقول لك أنا بظن هو مزيج ما بين الحب والاحترام وغيره، واحترامك لذاتك كمان. يعني إحنا قديم نتعامل مع أشخاص ومنقابل أشخاص، خصوصاً هلأ بعالم المشاهير وغيره وغيره بالفن والتلفزيون. بظن قد ما أنت متواضعة وجد بتحترمي كل شخص موجود، ولما تدخلي ما عندك، يعني إحنا يمكن بحكولها مرات إنه مش ديفا أو ما عندكش هذا النوع من الغرور، جد بتفرض احترامك لكل شخص موجود، لأنه قليل تلاقي ناس يدخلوا زي ما دخلت اليوم ويحترموا الوقت ويوصلوا على الوقت ويسلموا على الكل ويكونوا لذيذين وإلى آخره وهيك. بس جد ما عمري شفت حدا لما يدخل أو يوصل على محل فيه هالقد نوع من الاحترام والرهبة والخوف. فأنا كنت بحكي طول عمري هل هي بتعرف، وهل في سبب لهذا الحكي؟ ليش هي هالقد بتأثر؟ بالمناسبة ما كنت أعرف، هلأ أنت نبهتيني. كنا لما تصف سيارتك على باب المدرسة الكل يكون 50 واحد بكل زاوية بدأ كلنا نكون مصفطين. ونفس الشيء وحياة الله أي محل، أي محل يعني نكون عنا متجمعين معك، بدنا نشوفك، بدنا نلاقيكي، نكون كلنا موجودين قبلك. مع أنه ما عمرك كنتي، هلأ معنى كنت تبهدلي في بهادل، يعني البهادل كانت تربي الواحد، صوتك كان يوصل لآخرة الشارع، بس في نوع مع أنه كنت تبهدلي وتزعلي يحترموك ويحبوك. يمكن لأنه كان يحس الطالب أو الطالبة إنه أنا عم ببهدل أو بأنب لشغلة هو كان حاسس إنه بعملها غلط، عارف إنه غلطان، بعرف إنه غلطان أو غلطاني. بدي أحكي على شغلة على قضية التواضع. هلأ لما أنا فنانة والفنانة هاي عم تكبر بين الجمهور، مين اللي عم بيكبرني؟ مش الجمهور. أنا مش طلعت من بين الجمهور، لمين عم بشتغل؟ أنا عم بشتغل للجمهور. إذن أنا منهم ولهم، أنا لازم أبقى زيهم. ما عندي إني أعمل هذا الدور، أمثل دور الفنانة. هذا تمثيل. أنا لما بدي أعمل بروح بمثل أمام الكاميرا أدواري، لكن أنا هون جوليت عواد. قبل يومين كان عندي تكريم 3 أيام بيعجلون، واحدة بنت صبية صغيرة بعد ما اجينا قعدنا وحكينا وإلى آخره، وطبعا تبوسنا والختيارية بوسوني وأنا بوستهم والشباب بوسوني وأنا بوستهم. إجت قالت لي بدي أطرح عليك سؤال وخجلانة. قلت لها لا أمي ما بتخجلي، واحد عنده سؤال لازم يطرحه. بتقول لي ليش ما عندك بادي كارد؟ المظبوط صدمتني، أو أسيستنت حتى. صدمتني. قلت لها حبيبتي ليش البادي كارد؟ أنتوا أهلي، أنا بين أهلي.
بعدين إذا صار لي إشي، هاي ما شاء الله الشباب واحد اثنين ثلاثة هدول أولادي، هدول بحسهم اللي بحموني، أنتوا اللي بتحموني وأنا بحميكم. فعملت معاي مقابلة صغيرة، كانت الرسالة موجهة للفنانين والفنانات. كتير عيب هذا الحكي، أكبر عيب بنعمله أنه ندخل بدي كارت عم تحمي حالك، أو بتحمي حالك من مين؟ من جمهورك؟ يا عيب الشوم. صحيح، بحس ما عمره دخل براسك الموضوع، موضوع الغرور وشوفت الحال والبرستيج لا لا لا، يعني حتى وقت التغريبة الفلسطينية بتعرفوا كيف صار الشارع العربي، يعني الكل كان يقول لي استغل الفرصة. اعملي ليش استغل الفرصة؟ الناس حبيني، عاملة عمل وطني، بالعكس لازم انا اروح اقول لهم شكرا انكم عم بتشوفوا هذا العمل، عم بتشجعوا الفنان، عم بتكبروا الفنان، شكرا لكم. وتركتي اثر كتير اكبر بهاي الشخصية صراحة. حبيبتي كيف بتحب الناس طول عمرهم يضلوا متذكرينك او عارفينك انه جولييت ايش عملت او اثرت او حكت؟ إيه هلأ هذا بعود لهم، لكن انا اللي علي بالحياة لازم أعمله، إن كان من خلال فني، إن كان من خلال المسلسلات وهو اختياري للمسلسلات، ثاني إشي من خلال المسرح، ثالث إشي من أعمال التطوعية في المجتمع. أنا كتير بعمل أعمال كتير. تطوعية وإن شاء الله هدول اللي الأطفال اللي بدربهم وبعلمهم، إن كان بعلمهم مسرح أو إن كان بعلمهم القراءة والكتابة. هلأ في عندي كنت مبادرة، أسألك حابة تحكي عنها أو الأيتام. مبادرة اسمها هيا نقرأ. لما عملت أول فرقة مسرحية من الأيتام بجمعية الفتى اليتيم الخيرية، اكتشفت إنه طلاب وطالبات صف تاسع ما بيعرفوا يقرأوا. طبعاً بلشنا نعمل لهم تدريب قراءة، بعدين حسيت إنه لا، مش هذا المطلوب، المطلوب الأساس كيف نأسسهم حتى يضل هذا الحكي معهم ونحببهم باللغة العربية، لأنه هلأ اللغة العربية عندنا مستهدفة، إن كان من خلال التعليم أو من خلال المجتمع. خلال التعليم مفروضة على التعليم إنه يكون اللغة الأساسية هي اللغة الأجنبية الإنجليزية، وبالمرحلة الثانية الفرنسية والألمانية هلأ صارت، وهذا الحكي طبعاً مفروض علينا من البنك الدولي. واللغة الأساس الأم تصير ثانوية. هلأ إحنا كمجتمع لأنه في جهل عند البعض، ولأنه في جهل في طبقة بدها تعيش إنه ياي إحنا طبقة مميزة، أولادنا بيحكوا بس إنجليزي، الأهل بيحكوا مع الأولاد ومن هم أطفال إنجليزي. أنا بقول إذا كان اللغة لغة الأم ما كانت مع الطفل من هو صغير، كتير صعب. لأنه إيش اللغة؟ اللغة وعاء الفكر. كتير صعب إنه لما يكبر بتلاقي الولد بصف تاني بصف تالت ما بيقدر يميز بين المذكر والمؤنث. صح، وهلأ كثير عنا هاي المشكلة شائعة ما جداً. بيقدر يلفظ حروف. طب يا عمي احكوا معاه ومن هو طفل باللغة العربية، بروح على المدارس ما عم بتعلم هناك اللغة، يعني مش هالمشكلة. وهاي كمان رسالة بوجهها للأمة. أنا بحكي فيش غلط تكوني زي ما أنت قوية مثلا بالإنجليزي تكوني قوية بالعربي، وأهم طبعا بداية العربي. يعني أنا بحكي كمان هذا إشي تاني أنت علمتيني إياه من صغر، إنه أنا لغتي الإنجليزية قوتها قد قوة لغتي العربية، فمش غلط. يعني هم بفكروا إنه لازم مثلا لغة واحدة تكوني أنت قوية فيها فقط، خلص وبالعكس إنه إحنا إنه لا. يعني يعني هلا اللي بدي أقوله لهدول الأهل، بهمش بدنا ندخل شوي على السياسة. أوكي. نشوف كيف الوضع. اللي صار هلأ في روسيا بين روسيا وأوكرانيا كشف الوجه القبيح والعنصري للدول الأجنبية. يعني أنا كنت بدي أتمثل فيهم بعاداتهم بتقاليدهم بلغتهم وإنهم الديمقراطيين وهم اللي عندهم الحرية، طلع هذا كله كذب، ما في منه ناس عنصريين، ناس ما عندهم حرية. هي وقت الشدائد بتبين أصلاً. شكراً. العنصرية بتبين. شكراً. وكل أحد بيروح لمصالحه. لذلك هلأ بدي أقول للأهالي، هدول الأهالي اللي من طبقة معينة، ما زلتوا بدكم أولادكم يتمثلوا في هدول الناس؟ لا يا عمي، إحنا ناس طيبين، والله طيبين جداً كتير جداً ومعطائين جداً، ويمكن تلاقي الديمقراطية
ديمقراطيتنا إحنا الموجودة عنا. فخلينا هاي الديمقراطية الموجودة إحنا ننميها من عنا من داخل وطننا، مش نستوردها من برا مع الصناديق الممولة اللي بدها تدخل السم في الدسم. صح. إذا بدي أرجع للمبادرات اللي بتشتغلي عليها وحبك للأيتام ومساعدتك دايماً لإلهم، سؤال هيك يمكن شوي شخصي، هل بتحسي لأنه أنت ما عندك أطفال أو أولاد هذا إشي كان كتير قربك أكتر من الأيتام وحتى إحنا كمسرح وأطفال؟ هل في رابط ما بين التنين؟ آه طبعاً. هلأ أنا كنت تحكي لي بنتي، أنا كنت أحكي لك ماما جوليت. فمثلاً أكون دايماً أحكي هلأ للكل بقول يما، بقول له حبيبي أمي، للكل بقول أمي. هلأ إحنا تزوجنا سنة 82، بهاي السنة صار اجتياح لبنان وصارت مذابح صبرا وشتيلة، وللأسف الشديد كان في صمت عربي تجاه ما يصير، وكان كل المحطات العربية كلها كانت أرضية طبعا ما في فضائيات، كانوا حاطين المونديال ونسين إيش عم بصير في لبنان وبمخيمات لبنان صبرا وشتيلة. منظر من المناظر أثر علي كتير لما حطوا مجموعة من الأطفال الصغار كتير صغار في الجرافة وراحوا وكبوهم في البحر. هاي كانت يعني صفنت هيك، قلت طب إذا أخلف مين بده يحمي أولادي؟ أوكي كعائلة أنا بقدر أحميهم على مستوى العائلة، بقدر أحميهم على مستوى المجتمع، طب خلال الأزمات الكبيرة مين بده يحمي أولادي؟ كان جميل قاعد، لفيت قلت له جميل أنا ما بدي أخلف. هو فكر إنه أنا يعني حالي آنية إني ردت فعلي، قال لي طيب، قال لك يمكن بعدين تغير رأيها. بعدين بعد فترة قال لي شو رأيك هيك أحب يكون لي طفل منك؟ قلت له لا أنا بخاف على هذا الطفل، ما بدي يصير فيه زي ما صار بزي أولاد مخيم صبرا وشتيلة. هلأ وين تغير الموضوع؟ طبعا صرت أعتبر كل طالب طالبة بدرسها هو ابني. صح. كأم جد كنت عم بعامل تبهدلينا كأنك أمنا. بالضبط بدي أربيكم يعني. هيك عم بتقولي قديش طلع فيكي أشياء إيجابية. طب لو ما كنت هالقدي إني أنبه أو أحكي أو كذا بالأول، هلأ لما تقولي أبهدل بالأول كنت أقولها عادي، تاني مرة شوي أشد، ثالث مرة أشد، طب رابع مرة لا أبهدلك منطقية، ارفع بنطلونك، ارفع ظهرك، احكي عدل هيك يعني بالزبط. كمان في أشياء ارفع ظهرك، ارفع صوتك. المهم وين تغير تفكيري لما صارت الانتفاضة الأولى؟ وما بنسى مشهد لما جابوا شهيد للأم، كيف الأم وقفت هاهت وزغرتت. شو هالقوة؟ شو هذا؟ أم عم بتقدم ابنها من أجل حماية الوطن وتحرير الوطن. شو حسيت حالي صغيرة؟ شو حسيت حالي يمكن لا أستحق الحياة؟ ومن هون تغير تفكيري وبلشت أشتغل في المخيمات، لأنه هدول هم اللي عم بيدفعوا الثمن، ودفعوا عم بيدفعوا ويمكن رح يدفعوا إذا ما صارش عندنا مخيمات جديدة طبعا، لأنه الأمور عم تتطور بسياق سيء جدا. فكان فات الأوان أني أصير أم بيولوجية، فصرت أم اجتماعية، عندي كل الأولاد هدول، عندي كل البنات هدول. لا وأنت أمهم يعني أم الجميع، وأكيد رح يضلوا طول عمرهم يحكوا بكل شيء كنت تعملي لهم إياه. فبالعكس قبل ما نكمل حديثنا بدنا نورجيهم مع بعض شو عملنا، بما أنك أصلا بتحبي الأشغال اليدوية والأعمال اليدوية، عملنا نشاط كتير حلو حنورجيكم إياه وبس نرجع نكمل حديثنا. وصلت هلا على منطقة الويبدة، راح أروح على محل اسمه فن الفسيفساء.
مس جوليت سبقتني، أنا كتير متأخرة بس فهمت أنه هي وصلت قبلي وتعلمت أكتر عن الحرفة، وهي رح تشرح لي عن الفسيفساء كيف نعمله وكيف نشتغل عليه. هيا قاعدة تعالوا نشوفها مع بعض. مرحبا. يا هلا. يعني أنا قلت شكلي أنا لأني تأخرت، أنت سبقتيني وبديتي. بديت طبعا حبيبتي، بديت من زمان، بديتي وداخل بالموضوع وخبرة. أول مرة بتجربيها؟ لا مش أول مرة. ما أحلى. وين بتفضلي أجي، على يمينك ولا شمالك؟ زي ما بدك، يمكن على يميني أحسن. كل الرسومات اللي إحنا بنرسمها إلها علاقة بتاريخنا وبالموزايك الموجود عندنا في المناطق الموجود فيها الموزايك. هلا أول إشي إحنا بنجيب القماشة هاي. بنرسم عليها الرسمة اللي إحنا محتاجينها، وطبعاً كل الرسومات اللي إحنا بنرسمها إلها علاقة بتاريخنا وبالموزايك الموجود عندنا في المناطق الموجود فيها الموزايك. هلا بنرسم إحنا الرسومات، بعد ما نرسمها بنقطع الحجار. هلا الحجار هاي تجينا من أنحاء المملكة كلها، لأنه فيها ألوان كتير، والواحد بيستغرب إنه معقول الحجر في كل هاي الألوان، من الأخضر للأسود للنهدي للأصفر للأبيض. لا هدول حجار عادية، لكن في عنا هون هدول الجرانيت، هذا عادة أصعب إشي قصه. بدي أحكي كسره صعب بتخيل. هلأ هدول الحجار ليش بيجونا هيك؟ بيجونا هيك عشان يسهلوا علينا المهمة. يعني هم بيجونا عبارة عن بهذا الحجم وبهذا الطول. بعدين أنت حسب الرسمة ولونها بتمسكي وبتقصي بالضبط بهاي القطعة، بتقصي أنت الأحجام اللي بدك إياها. مثلا هون العين انت بدك حجم كتير كتير صغير، فبتصيري انت تقصي تحاولي تكسري بالضبط جزء صغير وتحطيه بالعين. الحجم اللي بدك اياه. هاي قصنا، هاي طلع في عندي بالضبط. فهاي العين. هلا هذا ايش بعمل فيه؟ بمسكه وبحاول اقيس هون اشوف انه كيف بدي اسقطه. ممتاز. بحطه بالغرة. الغرة طبعا انت بتلزقي الاحجار بالغرة. الاحجار بالضبط بتلزقيها في الغرة. هلا حطيت الحجر هون. حلو. بتلزقيه في الغرة. الحين الغرة بنشف عادي. بنشف عادي. هلا احنا بعد ما بنخلص كل هاي، طبعا انت ملاحظة انه الاحجار مش مستوية. بدي احكي كل واحدة طالعة اشي طالع اشي نازل اشي كذا. هلا احنا بس نخلص شو بنعمل؟ بنجيب في اشي اسمه روبة. الروبة اللي بستعمله تاع الارض. بنجيبها وبنحطها عشان نعبي الفراغات وعشان نخليها تمسك في بعضها البعض. هلأ بعد ما بتنشف الروبة احنا بنيجي بنقلبها، بنبل الخرقة شوي، بعدين بنسلخ الخرقة، بطلع عنا كله مالس. فبطلع مسطح يعني وكله بطلع يعني وكأنه مبرود بشغلة أو معمول في الشغلة. بدي أشوفها هي على قماشة أنت بتعمليها فعلياً. هاي على قماشة، والقماشة طبعاً مثبتة على إشي حتى ما تروح وتيجي. مثلاً أنا هلأ بدي أكمل هاي. إيه والله دخلة. طبعاً. حجار نهدية. هذا زي كأنه راس العصفور. راس العصفور بدك تكملي الحجر النهدي اللي هون. هلا بنمسك هيك ومنيجي بنحط هون وثبتت عندي هون. هلا في عنا هون بدها تكون وحده كتير صغيره نهديه، انا ما عندي، اذا انا بدي اقص هاي تكسريها. اكسرها. بس معقول قديش الحجر فيه الوان وقصص؟ كل حجرة إلها. بس هلأ الحلو مثلاً السواح اللي بيجوا بيشتروا هاي بأخدوها كهدية تذكار، يعني تذكار عندهم. طب افرضي شخص بده لون مش موجود بيقدروا يدهنوا؟ هلأ المفروض إنه يستعمل اللون الموجود حتى يكون الشغلة طبيعية. هو في منه عشان ما تكون مصطنعة، حتى ما يكون في شيء مصطنع. ايه هاي دخلت. طبعاً. هلأ بندخل كمان واحدة. هذا طلع فيه مواهب ما بنعرف عنها. شايفة
شايفة؟ أنا ما عملت زيك، أنت لابسة روب، أنا مو لابسة روب. طب حطي هذا الروب. هلأ هذا الروب المضبوط، روب جميل، روب جميل جبتيه معك، روب جميل، لأنه هو لما برسم بلبس الروب عشان يحاول ما يعني. كان يرسم بالبيت؟ طبعاً كان يرسم في البيت في المكتبة، ومثل هلأ الأجواء هاي كان يحط اللوحات برا ويرسم بالفضاء الطبيعي زي الانطباعيين لما كانوا يرسموا بالفضاء الطبيعي. على فكرة أنا ما عندي مشكلة أقعد أعمل هذا الشيء طول النهار، وأنا نفس الشيء يعني بحب، ولا أحلى، بعيداً عن الموبايل، بعيداً عن الإنترنت، بعيداً عن كل شيء، هالحياة اللي سلختنا عن واقعنا بصراحة. بس أنا حبيت كيف الواحد شايفة ما أحلاها، بتصير تنقي الحجار اللي بدها تكون تقريباً اللي تحاول إنها تأخذ مكانها. مثلاً بتلاقي حجار حاجة تكسريها بإيدك؟ في البعض بيكون مكسور بس بيكون ملزق في بعضه البعض نتيجة الشغل، ما الشغل بيكون إجا عليه. بيكون في إطار. عمو عمر أو سيد عمر. إحنا حابين نحكي معك صراحة، أو مبدئياً المحل رائع، أنا أول مرة بشوف هيك محل، يعني أقدر أجي وأعمل فسيفساء و... والموسيقى عندنا عذبة ونحط موسيقى غير شكل دائماً مية مية. شو خطر عبالك تفتح محل فسيفساء؟ يعني أصلاً مش شغلتي هاي. بس يعني قبل 24 سنة كنت أعمل أبحاث على الأطيان اللي بالأردن، لكون تخصصه هي هندسة تعدين. وبالأردن في كثير الخامات المعدنية اللي بتدخل بصناعة الخزف. فبلشت أعمل أبحاث على الطين الخزف، فسجلت براءة اختراع بطينة الخزف. وبعدين أخذتها هاي هواية وبلشت فيها هواية بسنة 1997 98 فتحت هذا المحترف إلي. هذا المحل له هلأ شي 25 سنة؟ 25 سنة، وهذا كان هوايتي وأنا كنت بشتغل بسلطة المصادر الطبيعية، بشتغل وبعمل حصص تدريبية، بعمل ما أحلى. فهلأ أنا اللي فهمته إنه الحلو الناس بيقدروا يجوا ويعملوا، بيقدر يجي يعمل لمدة ساعة وأسعار كثير مخفضة، 15 دينار الساعة شامل المواد كاملة، وإذا ساعتين 25 دينار. بتجهز بنفس اليوم بياخدوها؟ إذا فسيفساء حجر ممكن تجهز بيوم أو بعد يومين، وإذا خزف الزخرفة وتشكيل على الدولاب وتشكيل بالطين وزخرفت الفسيفساء الخزفي بعد 3 أيام نشويها، وبقدر يأخذها بعد عملية الشوي ومنزجج ليها وبقدر يستخدمها. وفي الدولاب إذا حدا بده، في الدولاب هي موجود، بقدر الشخص إنه يشتغل على الدولاب وبقدر يشكل يدوي. نفسها تجرب الدولاب، ما كنت بعرف. صعب، أنا بعرف إنه صعب. قدر نجربها؟ تقدر يعني. جربها لأول مرة هلأ. بجربها بس أنا بعرف إنه صعب الدولاب. يعني نجربها. إذا بتجرب الطين هيك تشكيلة. تشكيلة. إذا بدك تقعد على الدولاب نتفة صغيرة برضو بس. بحب بنحب نجرب نشوف. ما في مشكلة. طيب هلأ بنجرب. تجازة؟ أنا جازة. يلا. أنا طيب. نترك هاي تنشف شوي وبنكملها بعدين. وتيجي تقول لنا أنت كيف وين؟ ومنه بنورجيهم المحل. هلا هاي هي مي وتراب، بس طين خاصة مش اي طين يعني. طب كيف بتقدر تميز انه هاي الطينة من الخبرة ولا في إلها؟ وبدك يكون لها مرجعية تحليل كيماوي، مرجعية هون على هاي هيك شقفة صغيرة بس اللي نقدر نتحكم فيها. كبيرة هاي. تفضل. ايه ما حلو. شو بدنا نشكل؟ ايش بدك تعمل؟ اجدادي يا اجدادي حاكوني وانا قاعده بشتغل، قولوا لي خبروني ايش بدكم تقولوا لنا. ليش انت ما لزق عن انا ليش لزق؟ بدهم يقولوا لي اشي اكيد. انت من هاي اخذتي؟ اي بما انه جاي العيد بدك تعملي ايش؟ بدنا نعمل كعكه العيد ونهديها لمين؟ نهديها لكل الأطفال. هاي أول كعكة. والله كعكة هاي وناقصها سمسم. أنا حابة أجرب أعمل كاسة. كاسة؟ والله صعب يما. فيش صعب ها؟
الله صحيح. شو هالكاسة اشرب فيها فعليا مش كاسة زي هيك بتنحط على الطاولة بتحط فيها ستي. اشياء هلا احنا بنتخيل هالكاسة بتحط فيها قروش هلا بنخلي عمر يقيم الشغل شغلنا لا يا اختي الله يرضى عليك عمي عمر ظني طرنا ما بدنا نقول له مين عمل ايش نخليه لحاله يشوف ويقرر ويعطي يقيمهم صفينا عاملين كاسه وصحن وكعكه صحن تعال احذر مين عمل ايش هاي عندك ثلاث قطع عملتي هاي صح وانت عملتي هاي لا انا عملتها هي عملت كيف ما اشطرها ماشي حالها تنبأ بس كل ما سمكتيها شوي احسن طيب هلا السؤال هاي من وين الطينه من وين هاي الطينه من إربن. انا صنعتها محلي بس هاي لا هاي اسباني اسباني يعني بتيجي جاهزه من هناك واحنا لنا ساعه قاعدين نحكي مع اجدادنا في العثمانيين ليش تسمعني يا شني ولا بقدر اقول لك شاينا مصنعها شاي اظن منك صرت احب الشاي والله من ايام المسرح شاي فقط لا غير ممنوع اي شيء غازي ممنوع اي شيء مش صحي طلعت بعشق الشاي اوه طيب طب معقول اجرب من غيره اصدمه شوي اوه كيف بس بطلع مني شكله في امل هاي صارت جورة هذا انا عملته لحالي يا الهي هاي وضعت عليها هسا ايد هاي بتضلك مثبتيتها اي ثبتي ايد واحدة من واحدة هاي مثبتيتها وهي اللي تتحرك يعني واحدة ثابتة عشان يطلع السنتر بالنص تخليها تصير انا حوليت اصلا مش عارفة وين السنتر استنى بالنص خلص بالله عليك قد ايه بتعطيني 100% بعطيش 30% طلع ممتاز من أول مرة صراحة هاي القلعة وهي المدفع يا عليها قومي 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 خلنا نكسرها وراك قومي 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 ها بسم الله الرحمن الرحيم ها هلا ببين قدراتي ادعسي ادعسي ما عليك قوي قلبك شايف المدرب صار ولا عندي الموضوع دي محلاه عم تمزجيها صراحه هل رايتي رايت صراحه بركان فضحت. لا مو بركان مو بركان مزهريه مزهريه ايوه مزهريه احلى شايفه لا لا قبل ما يجي عمر بدنا نرفع معنوياتنا اهلا يعني نرفع أهلاً. العلامه من 30 هات نشوف 30 قال لا كملي عليه كثير معطيك 30 شو كثير هذي علامات المدرسه بحياتي ما جبت علامات ما قليش على العلامات انا بكره العلامات هلا صرنا فنانين طيب هات نشوف ايوه بعدين من تحت بحس اذا تحطي اصبع عندي تهيؤاتي يعني بعرفش لازم تحكي لهم كيف اخذتي حصه استخدام كمبيوتر يي علينا لا هذا شيء ثاني لا هذا ببرنامج ثاني لازم تحكي لهم عن الفقره على الاقل الفقره لازم تقولي لهم شو صار بالفقره هلا قررت اني اروح ادرس كمبيوتر ولا بعرف ايش الكمبيوتر ولا ايش الاجزاء ولا ولا ولا, ولا. هلا كانت اول حصه او الجزء الاول اي تي كله معلومات جبت 95 هيك اشي طب طبعا معلومات لانه حفظت وقلت بس ما كنت عارفه كل اشي ايش هو قالوا لي بعدين بتعرفي دخلنا على العملية يا أخي كل أولاد وبنات التوجيه بيشتغلوا على الكمبيوتر أنا ما بشتغل ما قاعدة المهم الحصة الثانية قالوا لي هاي صار صف للكبار ممتاز رحنا وإلا إحنا كنا 5 أو 6 مش متذكرة بالضبط
إجا الأستاذ بلش يشرح لنا إنه هاي الفأرة هذا الماوس هاي هذا الماوس، قال لنا ماوس ما قال فأرة ولا قال فأر. المهم وهاي الشاشة هلأ بدنا نبدأ نكبس الزر هون عشان نفتح عشان يطلع لنا الضوء ويطلع لنا يعني البدايات من الأول. هلأ امسكوا الفأرة عشان تحطوا السهم، شوفوا كيف عندي طلع سهم، هذا السهم بدكم تحطوه على الأيقونة هاي. طبعا احنا ما فهمنا ايش معنى أيقونة الأيقون. فالمهم مسكنا هلأ كله عم بحرك ايده، عم بطلع كله بحرك. طب انا مش طالع عندي اشي ولا بقول له طبعا هلأ مع التحريك تطلع. تيجي تمر وتروح تمر وتروح، فقلت له أستاذ الفار عندي عم بهرب. قال لي مش فار اسمها فأرة. قلت له المهم عم تهرب وين بتروح؟ قال لي ما انت نازلة تحركيها بالقوة هاي شوي شوي ست جوليات شوي شوي. المهم اجا فرجانا ثتمة يلا اكبسوا كبسنا فتح البرنامج. بس يا الله يا الله عالم عالم، هذا بده برنامج كامل حتى احكي لك شو صار معنا. والله نعمل لكم حلقه عن الكمبيوتر والهاد، هذه لحالها قصه. عمر تعال قيم، بدنا علامه جديده. علامه جديده قد ايه بتعطيها هاي؟ بس ما تغش ما تغش. هاي قد ايش بتعطيها؟ شوفي على السنترة بعطيكي 38 من 100. طيب لا شو طيب لانه مش على السنتر. برافو. طيب بعدين بعدين طلعي قطعة مشان نرد نقيم. هاي ها شو هي هاي؟ هاي مزهر. أنا بقول لك أهم شي شو هي؟ إذا بدك تقصها وتبيعها مبروك. طب كيف بنقصها؟ بصير أشوف هاي خيط بتحطيه هيك بس من تحت وبتسحبيه هيك دغري. حلو. هلأ إذا ما سحبت الخيط دغري بتخرب. غير موهبة التمثيل واضح انه في موهبة جد بتحبي تشتغلي بايدك، بتحبي تعملي اشياء يدوية جدا. اول اشي انا بضلني اقول ربنا ليش اعطانا الايدين حتى ننتج فيهم؟ ليش اعطانا الرجلين حتى نتحرك فيهم؟ فانا كتير بحب الاعمال اليدوية غير اللي شفتوه. هلا بدي احكي عنه، انا انسانه بخيط بطريقه جميله جدا. كنت اسالك ايش في اشياء ثانيه بتعمليها؟ بخيط بطريقه جميله جدا. انا خيطت فستان عرس اختي. لا نعم والله ستي كانت دائما تقول هيك، انا خيطت فستان مثلا اختي ولادي خطبه هيك. وخيطت لها جهازها كله، وخيطت لشبيني والي الفساتين اللي بدنا نلبسهم بعرس اختي. يعني بتعرفي تخيطي؟ خياطه ماهره. نعم جدا حلو. بالاضافه بنسج، بعمل بلايص. اذا كنت حطالب بشيء لازم الي يا بلوزه يا تكرمي. نفحه يا شغله لازم تكرمي. بطرس تطريز فلاحي، بعمل صناره. ما احلى. الاشياء اليدويه هاي كثير بحبها، يمكن هلا قللت منها شوي عشان الديسكات وعشان الانشغال. هاي بتاخذ وقت كثير بصراحه. ديسكات جوليت صار عندها ديسكات؟ لا طبعا ما الدكتور لما شاف الصوره تطلع هيك قال لي هاي ظهر جوليت عواد. قلت له نعم. بس عم بتديري بالك بتعملي رياضه؟ عم بدير بالي وتعالجت علاج إشي اسمه بالكولاجين. أوكي. اللي سنة ما رحت عملت فيزيوثيرابي. والله نعم هذا علاج أنا خرافي. أوكي. طبعا بدي أحكي على الفسيفساء. هلأ حب الفسيفساء ليش؟ لأنه أصلا إحنا بلادنا في عنا الفسيفساء الأثرية. صح. عنا الفسيفساء اللي بتحكي تاريخنا. صح. عندنا الفسيفساء اللي فيها النواحي الجغرافية والمدن والقرى وإلى آخره. فهاي مهنة بصراحة اللي بيشتغلوا فيها كعمل أنا بحسدهم عليها، لأنه أول إشي تعاملك مع الحجر. هذا الحجر اللي قدر طفل فلسطيني يحمله ويحارب البرودة والدبابة فيه،
ثاني إشي الألوان الموجودة في الحجر. يعني إحنا بنمرق عن الحجار بدون ما نتطلع، بدون ما نشوف ألوانها. صح، والحجر جاي من زمن مختلف، من زمن كان مختلف، موجود بوقت نحن ما كنا إحنا فيه. ما بنعرف شو مر عليه حضارات. صح. صح. شو مر عليه قصص. صح. فلما أنا أمسكه وأقصقصه وأرتبه من جديد وأعمل شكل وأعمل، يعني هلأ بيعملوا على الفخار بيعملوا كذا. صح. فهاي قضية كتير حلوة وكتير مهمة. حلو. هلأ هاي الطينة أنا ما بعرف طينة مين. صح. من الناس اللي اندفنوا في الأرض شو كان يفكر، شو عنده ثقافة، إيش عنده معلومات. هل كان مزارع، كان مثلا معلم، كان هاي الطينة لما بمسكها وبصير ألعب فيها ومنها بشكل بريق عشان الناس يشربوا من هذا البريق من طينة الناس اللي سبقونا. ما عمري فكرت فيها هيك. طبعا هذا البريق، هذا الزير، طينة الناس اللي سبقونا. يعني بحب شي يوم اني ابدا اعمل بالصلصال. مش غلط. طب بالاضافه للخياطه مثلا بتحب جوليت الطبخ؟ جدا. بتطبخي جدا؟ ايش في اكله هيك انت؟ ايش بدك ابتداء؟ انا باكل كل شيء. ابتداء من المجدره للخروف المحشي اختاري. حلو. بس ما تختاري ورق وكوسه، ما بقدر. لا عشان هذا. طيب بالحلويات؟ حلويات ايش بتأمري؟ حلو، يعني في ايش بدك؟ بحب المطبخ. وبالمناسبة قد ما بحب مطبخي بجيب اللابتوب وأنا بشتغل هناك وبقرأ مسلسلات. صراحة ما بتخيلك على اللابتوب هاي. لا ليش؟ أنا حتى بالعكس، أنا زمان وأنا صغيرة كنت أحكي يمكن لقدام أبصر إذا جوليت حيكون عندها فيسبوك وتواكب أشياء معينة. بس عندك فيسبوك وبتشاركي منشورات وبتنزلي وعلى اللابتوب موجودة. طبعاً. فكتير حلو أنك يعني بالعكس مستمرة وموجودة. لا مستمرة. وبتستعملي كل إشي. بس شوفي بصراحة ما قادري أواكب التطور السريع اللي بصير. يعني ما عندك إنستغرام مثلاً؟ لا هذا لسه ما بعرف أستعمله بصراحة. هذا أكيد. وبعدين عم بتصير التكنولوجيا كتير سريعة. طفولتك بتحسي وجودك بين عائلتك وإخوتك أثر على شخصيتك ومين أنت اليوم مثلاً؟ إن كانوا داعمين للي عملتيه أو لا، كيف كانت طفولتك؟ طفولتي كانت كتير حلوة. أول إشي التجارب اللي مريت فيها كانت مختلفة جداً. يعني مثلاً لما كان عمري 8-9 سنوات أمي مرضت، اضطرت إنها تروح تتعالج في الجامعة الأمريكية في لبنان. فتركت إخواني صغار عندي. فأنا قمت. أنت أكبر أخ؟ أنا أكبرهم، قمت في دور الأم. صح كانت مرت خالي ستي يجوا يساعدونا، بس أنا كنت المسؤولة على إخواني وخواتي. مثلا أختي الصغيرة كانت لسه بيبية وبيبية يعني متغيري لها وبتطعميها بالضبط. وهلأ وين بدنا نتركها؟ كنت أضطر أخذها معاي، كنت وقتيها برهبات الوردية بدرس، أخذها معاي أحطها عند الرهبات. بعدين الرهبات اتقلوا من الموضوع. فدور الأم كيف مثلا هلأ بشبه الأم اللي بتشتغل وعندها طفل مش عارفة وين بدها تحطه. فأنا هديك الوقت إنه بدي أروح على المدرسة، بدي أدرس، وين أحط إخواني؟ لعبت دور الأم بكل أبعاده. مثلا كانت سينما الحمراء من اللي يروحوا عليها العائلات أول ما فتحت، بدنا إخواني سينما. طيب فتحت خزانة أمي، البست من ملابس أمي السوري أحلى، ولبست البرنيطة تاعتها وجبتي لهم السينما على البيت. ومسكت إخواني وخواتي ونزلت بالشارع، رحت على السينما وأنا بهذا الشكل. أخذتيهم السينما. حلو. هلأ مين شافني؟ ابن خالة أمي. طبعاً يا جوليت شو عامله؟ قلت له بدي أخذهم على السينما. قال لي طب ليش لابسة هيك؟ اضطر يرجعني على البيت. طبعا ثاني يوم كان عمرك يعني 10-9 لابسة زي كأنك ست وكعب عالي، لابسة ملابس أمي، يعني لعبت الدور أنك أنت ما لآخره. هاي واحدة من الأشياء. مثلا بالصف الخامس أخذنا بالعلوم عن المخترعين وعن الكذا وعن الهيك، وأنا قاعدة بكتب خلص الحبر عندي. أول كان بيعبوا حبر من الدواية هاي،
وكان الألم هيك. لا ما بعرفه أنا. أنت ما بتعرفي. فاهمة يعني. في إله هيك بتعملي هيك بتعبي حبر. بسحب الحبر. هلأ خلص الحبر وخلص بالألم الحبر. طب وبكرة عندي واجب يا جوليت، طب إيش بدي أعمل؟ وهلأ الدنيا ليل. قلت ليه أنا ما أكون مخترعة؟ طب ندرس مخترعين. خليني أخترع حبر. في إشي كان اسمه النيلة. صبغة النيلة اللي هي من النباتات. لا النيلة اللي بتطلعيها من اللي بحطوها على الغسيل الأبيض حتى يعطي لون. لون نهدي صح؟ على بياض. هي قطعة هيك زرقة لونها. فكانوا يشتروا الأهالي بالبكتات النيلة. فرحت على غرفة الغسيل طلت النيلة، هي أقرب إشي للحبر، وبديت أدوبها. والله حبر دوبي دوبي عملت نيلة. أوكي هلأ اتأخرت ما كملت. تاني يوم لكل أولاد الحي وبنات الحي إذا بدكم تشتروا حبر أنا ببيع. أنت طلعتي عاملة وصرت أبيع أرخص من الدكان على المضارب بالضبط. ممتاز. فإجوا اشتروا من عندي حبر، عبوا الإقلام قربوا الإقلام. لا طبعا هاي أكلت عليها قتلة غير شكل. أكيد. طب كنت شاطرة بالمدرسة؟ شوفي في أشياء كنت أحبها كنت شاطرة فيها. كنت شاطرة في التاريخ كتير. العلوم كنت شاطرة فيها. والله. كنت أحب الرسم. حصص الرسم، حصص الرياضة، هاي الأشياء يعني ما كانت تستهوي. ما إلي كتير كان على الأشياء الأكاديمية. بس مثلاً في الصف. خرجتي بمعدل منيح؟ لا أقول لك ليش. ولا أنا. ولا أقول لك ليش. لأنه من الصف السادس بديت أنا أقرأ قصص روايات. مثلاً بالصف السادس أنا قرأت الشيخ والبحر. يعني من عمر صغير كنت تركزي على. كنت أقرأ كتير طبعا. لما أبوي يقوم في الليل يلاقيني مش دروسي عذرني بهدلني يأخذ الكتب يطبهم، بس أنا كنت أضلني. هلأ ما كنا نشتري، كان في إشي كتير حلو إنه في كان محل في البلد مكتبة تروحي تستأجري الكتاب من عند استئجار بقرشين، مش إشي محرز، بعد ما تقريه ترجعي. فهلأ هذا الكتاب هلأ بتذكر يا الله شو مارق على ناس، شو استوعبوا منه، شو تعلموا منه، شو أخذوا منه. كل حدا عرفتي كيف. مثلا أنا بعمري كنت أخذ القصة الشيخ والبحر، كيف حارب البحر وكيف ضلوا وين بده يوصل، بده يغرق ما بده يغرق. هاي اللي أخذت العبرة. كفاية للسلاح يعني قرأت كتير بصف سادس مع أنه حدا بهالعمر يمكن ما حتطلع هاي الأشياء وما عناش كان هاي الثقافة. عرفتي كيف؟ أنه ما في حد بقرأ. هلأ من وين إجتني بصراحة ما بعرف، يمكن ميولي ومن أنا صغيرة. فلذلك ما كان الأهمية كتير للنواحي الأكاديمية. هلأ كان معدلي مش بطال منيح، بس جانب المش اللي كنت أعمل أشياء أخرى. مثلا صحباتي اللي بنفس الصف كانوا مثلا يجيبوا هاي المعدل بس ما عندهم مثلا يقرأوا يرسموا. ما عندهم مثلا بيانو. أنا تعلمت 5 سنوات. والله عند الرهبات. تتذكري لهلأ ولا لا؟ لأنه هاي مهارة بتكتسبيها أنت في لما صار لازم نجيب بيانو على البيت، لأنه خلص تقدمت في هذا. أول ما في مكان. تاني إشي ضجة، أبوي بيجي كتير تعبان لازم ينام، إخواني لازم يناموا بكير. صديقاتك من أيام المدرسة عندك حدا لهلأ؟ طبعا. من أيام المدرسة لليوم طبعا. من أيام المدرسة لليوم قليل، هذا إشي نادر ما يكون. طبعا مثلا واحدة من صديقاتي كانت مديرة الابتدائي في مدرسة تيراسانتا. اتصلت في انه جوليت بدنا اياك تيجي تدرب مسرح عندنا. فهلا اللي اخذوا هيك اماكن كتير عندي صحبات يعني. وحلو انه تشوفي كل وحده ايش صارت وين وصلت. مثلا بدي اجيب مثال، كان عندنا 3 بنات كانوا من الاوائل اكاديميا، يعني إشي مش معقول. هلأ بفتش عليهم في المجتمع والله يا ما مش موجودين. ما موجودين. مثلا إحنا الفئة اللي كنا هاي اللي بقول لك معدلات مش بطالة، كلنا عملنا شيء في المجتمع صح.
حققنا ما شيء. ما خص ما خص دائما بحكي الدراسة والعلامات ما... مش انكم ما تدرسوا، ادرسوا ادرسوا لا بس أدرسوا. مش معيار يعني، عرفت؟ مو مش مقياس لنجاحك او شو رح تعملي. بالضبط. انا شخص، انا على فكرة تخرجت باوطى معدل بالمدرسة حبيبتي، هاي قصة تانية لو تعرفي. فاه كنت دائما احكي ما خص الواحد يعني، ممكن يكون موهوب بشيء تاني وما يرخص بهذا. بالضبط. فقرة عنا اياها، فقرة سؤال سريع وجواب. حضرت اكمل سؤال سريع رح اسالك اياهم يعني. اوكي، وبدك تختاري ما بين هاي الخيارات. المال ولا الحب؟ الحب. حلو. انك تفقدي لا سمح الله حاسة النظر ولا السمع؟ بفضل ولا وحدة، يمكن السمع على الاقل ضلي شايفة. بالضبط. شوكولاتة ولا تفاحة؟ شوكولاتة. وأنا كمان. طب منيح. لا 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 لا، هاي الشوكولاتة غرامي والله. وأنا مكتوبها قلت أكيد حتقول هلأ تفاحة والأكل الصحي. لا 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 لا, لا, لا. اسمعي بعدين في الليل بحلم فيها. لا. بقوم من النوم بروح بكل حب. بس لازم أبعتلك لعد كم من نوع أنا بحبه. التمثيل ولا العمل الخيري؟ إذا حطيتي بموقف طريتي تختاري ما بين التنين. العمل الخيري. حلو. الكلب أم القطة؟ القطة. أوكي. انت عندك كان قطة. انا عندي كلب. فاحنا لكن للأسف اضطريت اعطيها لناس لانه بغيب عن البيت كتير، صار يصير عندها كآبة. وصارت انه لما اجي بدي احملها ادللها. لا لا، بيجي يوم نرجع منجيب لك قطة. لا بتزعل، مو بزعل، بتجيبي لي قطة اوكي بس ما بطلع من البيت أكيد. كتير. طيب، فقدان صديق ولا فقدان وظيفة؟ وظيفة، لأنه الوظيفة متوفرة لكن الصديق مش دائما موجود. حلو. بيت كبير من غير حديقة ولا بيت صغير مع حديقة؟ حديقة بيت كبيرة. بيت صغير مع حديقة، مش حديقة كبيرة. بستان. في شجر، في كذا. أمي أنا بحب أشتغل في الأرض. حلو. بحب أسرع، بحب. وأنت عندك جنينتك، عندك. هو هاي جنينة إحنا عملناها، إحنا عملناها، هي مش جنينة. بس حتى حلو حلو يكون عندك. عملنا هيك جنينة. جنينة صغيرة. اوكي، سمعتك ولا سعادتك؟ سمعتي. هاي قويه هاي طبعا. ممكن حد يقول لك لا سعادتي ابدا، انا لا. ليه اهتم شو الناس رح يحكوا؟ لا لا، لانه انت بتوصلي مرحله بتصيري تقيسي هل انا قدوه للناس. نعم انا قدوه. اذا على حساب سعادتي انا بتنازل شوي عن السعاده. ما اصلا لما تكون سمعتي بتحقق لي السعاده. أفضل مغني أو مغنية بالنسبة لك، مين بتحب تسمعي؟ شوفي كتير بحب مثلاً وردة الجزائرية، أم كلثوم، هدول القدامة. القدامة. في مثلاً بتحبي أي حدا من الجداد؟ الجداد العصر الحديث؟ شوفي أنا عشان ما أظلم الجداد، أولاً الجداد ما عم بلاقوا أو هم ما عم بتجهوا نحو المواضيع، خلينا نقول الوطنية الإنسانية الجادة، عم بلحقوا إنه إيش بده الجمهور، إيش الناس حابين يسمعوا، إيش الناس حابين. بس أنا بدي أقول لهم أنتوا اللي عودتوا الناس على هيك. يعني لما كانت أم كلثوم تعمل صح، إذا بتضلي مستمرة بإشي وردة الجزائرية عليها صوت بيطير العقل. يعني في بتحبي تسمعي موسيقى؟ جدا طبعا، وبالاخص في الموسيقى الارمنيه في عنا اله اسمها دودوك، يعني كيف الناي بتشبه الناي. هاي في الليل بحطها وبنام عليها لانه كتير هيك بتعمل لك. تتمسكي او الك بالعادات والتقاليد الارمنيه والتاريخ الارمني ولا؟ طبعا طبعا. حلو. لانه انا يعني مش من النوع اللي مثلا لانك حاليا بالاردن وفي ثقافه مختلفه. لأن ليش السبب؟ طبعا انا اردنيه لكن في عندي كمان قضيتي الارمنيه. انا بحمل قضيتين طبعاً. الناس قضيه واحده انا تنتين. صح صح. فيا ويلي علي، هاي القضيه الارمنيه كمان قضيه مهمه مهمه جدا، ما بصير انا اتنازل عنها. العادات التقاليد الطبخ الارمني هذا كله موجود. تطبخي طبخ ارمني؟ ايه العاد. هلا انا عندي زياره لك، اعملي لي اكل ارمني. وسهلا. ما عمري دقت اكل ارمني. العادات والتقاليد ولا التطور؟ تطوير العادات والتقاليد. البعض منها لا يتناسب مع العصر، لكن البعض منها ممكن نطوره.
حلو، لانه احنا ببدايه الحلقه علقت على لباسي وحكت انه كثير حلو ومختلف، قلت لك هو مودرن وشوي غير، فقلتي حلو انه نطور هاي العادات والتقاليد والتراث، وقلت لك بالعكس انه احيانا كنت مرات انزل اشياء على السوشيال ميديا اكون لابسه لبسه مختلفه مع تطريز وتلاقي الناس عم بيهاجموا مش حابين انه انت عم بتشوهي التراث. هلا انت ايش رايك بقصدي فكره انك تطوري هلا احنا بنحافظ في المفروض انه نحافظ على التراث كما هو، لكن بدال ما اروح انا اشتري فستان من المحل الفلاني بمبلغ وقدره، لا بطور التراث، بلبسه في مناسبات، بلبسه في كذا، مش غلط اني اطور التراث ويصير نوع من انواع الموضه، ومش غلط كمان اني اطلع بالملابس التراثيه في اي مكان او اي مناسبات. بصراحه لو انا الوضع مش اني بفتره حداد وما زال نفسيتي غير قابله اني البس الوان، كنت رح تتفوقي علي، رح تيجي بلبسه احلى. كنت باجي بتوب وعندي تواب جميله، ودائما ست انتصار خليفه بتهديني كل فتره وفتره توب جميل وبشتري. وانت حبيتي فيروزه فخلص قلنا نعطيكي ان شاء الله حلو من عند فيروزه كمان. يعني مثلا انو احلى انك تروحي تشتري ماركه بكذا مبلغ ولا تشتري هذا؟ لا انا بالنسبه لي بشتري هذا. صح، لا انا بايدك كثير حلو انك تقدري تعملي شيء عصري وبنفس الوقت بالضبط متمسكه وبتضل يذكرك في تراثك، حتى صح. لو انه شيء مودرن بذكرك في تراثك. بتندمي على اي شيء حاليا بحياتك؟ اني ما خلفت. لا ما تحكي لي هيك. طب مش بتضايق هذا الشيء؟ لأنه القرار كان في إيدي أنا إنه ما خلفت. أول إشي إنه ما شفت كيف ممكن يطلع ابننا أو بنتنا مني ومن جميل شو كان بده يطلع. الشغلة الثانية إنه كنت لازم أعطي للوطن أبناء، لأنه إذا خفنا على أبنائنا مين بده يحمي الوطن؟ فبتنصحيني لعاد يكون عندي أبناء؟ طبعا. كتير ناس بيحكوا لك نفس الشيء على فكرة لليوم، هاي الجملة إنه شو بدك تجيبي اولاد على هيك دنيا يتعذبوا هيك؟ بس لا لا لا, لا. شوفي، يمكن انا متعه الامومه مارستها على اولاد خواتي. ولا اجمل من انك انت تقعدي تربي طفل، تعلمي، تشوفي ايش بدا يتعلم منك، اول كلمه حكاها، اول مشيه، وا وا وا، ويكبر قدام عيونك ويتطور، وانت اللي عم بتطوريه لهذا الانسان. هي طفل تطور وكبر يعني. اي نعم ما عندك اطفال او اولاد، بس صدقيني عندك كثير اولاد واطفال، وانا متاكده اليوم كميه الاطفال اللي ربيتيهم اللي حيحضروا وحيتذكروا كل هاي الاشياء ما رح ينسوا اللي عملتيه. وجد بدي اياكي تكوني مقتنعه ومآمنه ومبسوطه انه عندك كثير اولاد ربيتيهم. بعرف صدق يعني، بالعكس يعني. اي نعم يمكن في حكمه لكل شيء بصير بهالدنيا، انا بحكي بالصبت. يمكن كان في حكمه لو ما كان عندك اطفال، يمكن صح. ما كان ركزتي فينا كلنا وما بنيتينا وزرعتي فينا هاي الشخصيات. محتمل. فما بتعرفي بالعكس. ما القادم؟ اعمال ومسلسلات، لانه انت ما بتستسلمي وما بتوقفي. لا لا كل لا. ما اشوفك امي عندي جدول تصوير تصوير تصوير. هيو الدفتر معي نازله بتحطي كل ال هلا في عندي مسلسل بديت فيه، وان شاء الله بنص شهر 6 بخلص منه. في عم نعمل الان، اعطينا كاتب يكتب سيناريو الفيلم اللي بدنا نعمله عن حياة جميل عشان التقبيل. نعم عم نشتغل عليه. في عندي الان لازم نحفز المؤسسات الخاصة لأنها تدعم الفن، وهي تتبنى الفن، مش بس تدعم، هي تتبنى بنوك، مؤسسات كذا، يكون عندها فرق مسرحية، محلا فرق رياضية. يعني مبارح كنت في مكان كنت بسأل، طيب كل الفرق الموجودة عندنا فرق ذكورية، ليه ما في بنات فرق بنات؟ بناتنا الصبايا وين بدهم يروحوا؟ صح، وموهوبين وفي كتير قدرات وفي كتير عند. وين متنفسهم؟ ما في متنفس للشباب، وللشباب بضلوا شاب، الأهل بقولوا بطلع بيجي متأخر كذا، فش التليفونات، وينك تأخرت. البنت بس تطلع، من لما تطلع من البيت ببلش التليفونات.
اوكي انا مو ضد، لازم احنا نعرف بناتنا وين راحوا ومين عم بصاحبه، بس غير هيك المفروض انه في متنفس اخر، في طاقات، المفروض هاي الطاقه تتفرغ تعمل عنا ابداع. بعدين احنا بدنا نتطور يا عمي، بكفي انه الفطبول ذكوري. لا انا بلعب فطبول ما هلا قليل، بس فيش عندنا منتخبات. صح صح، ما عندنا منتخبات. ما يعني هذيك اليوم لما كرموني في عجلون فرجوني القرية الحضرية شو عندهم ملعب فطبول بطير العقل، اقترحت عليهم شغلة، شو رأيكم انه يوم اجي ييجوا الامهات كلنا نكون لابسين رياضة، بواط رياضة، صح منعرفش نلعب فطبول بس نوع من التشجيع انه احنا الامهات وانا معهم. طب وانا بشجعكم نلعب فطبول في الملعب هذا، كتير الفكرة حلوة طبعاً. يعني لازم نبدأ المؤسسات هاي مش بس تدعم فرق ذكورية، في نوع من الدعم للشباب كان للفن وغيره. بالضبط، لازم يصير في دعم وتبني، ولازم نبدأ نركز كمان على الفرق الأنثوية النسوية إنه لازم تكون موجودة. يعني مبارح بنتهم بتقول لي طب خالته ما أنا لما بطلع على المول بصير في تلقيح كلام وكذا، بفضل أضلني في البيت. لخالته لأنه مش متعودين يشوفوك في الملعب، لما بيبدوا يشوفوك في الملعب بيعرفوا إنه هاي إنسانة عندها قدرات، إنسانة ممكن تعطي. صح صح، بيختلف المنظور. ما تخلي هذا الإشي وقفك. بدي أختم بسؤال، بتحسي نجاحك كان ممكن يكون أكبر إذا أنك مش بالوطن العربي؟ طبعا مش بس كمان مش في الوطن العربي، لو كنت مثلا في دولة عربية أخرى طبعا بيكون كتير أكبر، وبكون عندي مساحات وبكون عندي خيارات أكتر، وكنت على الأقل بحس أنه الدولة مهتمة في أكتر. طبعا لا يمكن الفن يتطور إذا ما في قرار سياسي، لازم يكون في قرار سياسي عشان الفن يتطور. وعم بنحاول نقنع الفنانين يا عمي مش المفروض نطلع نحكي انه انا كفنان بدي، احنا كفنانين بدنا، لا احنا بدنا قرار سياسي. هذا القرار السياسي تحته انت بتعمل كتير اشياء. كل الدول العربية اللي تقدمت علينا فنيا لانه صار في عندهم قرار سياسي. مثلا بدي اجيب مثال، في الحرب الاخيرة في سوريا كان 30 مسلسل عم بيشتغل. طب بتقولي حرب، ايش بدهم يعملوا؟ مين وين بدهم يوزعوا؟ والدول العربية واقفة ضدهم. طلع قرار من الرئيس شراء كل المسلسلات، نعم، بالعملة الصعبة وبسعر السوق. دعم. انا لما احس رئيسي عم بدعمني هيك، يا سلام يا سلام. شكرا. عفوا. شكرا لوجودك معنا اليوم ولكل شيء حكيتيه. مبسوطة جد جدا أنك كنتي معي، وبحب حتى نعيدها ونكررها إن شاء الله من عيوني في نشاط تاني، وبعدها نشوف لوين وصلنا وشو عملنا. وبحبك كتير. وأنا بحبك كتير كتير حبيبتي. شكرا لك. هلا بيعطيها عبوطة كتير كبيرة.